السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يمن ترندنج، واللي بناخدكم فيه بقولة سريعة على مستجدات الأخبار في الفضاء الإلكتروني. أنا محسن الخليفي، وخلونا نبدأ معكم بأهم العناوين. الهلال بطل لدوري أبطال آسيا ورقم قياسي جديد. امرأة تتولى زمام الحكم لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. و75,000 يورو غرامة والسجن عام كامل لكريم بنزيما. توج نادي الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين مقابل صفر. تعتبر هذه المرة الرابعة التي يحقق فيها الهلال هذا اللقب، وهذا رقم قياسي جديد انفرد فيه الهلال بعد تحقيق اللقب الرابع. بعد هذا الفوز التاريخي غردت شخصيات اعتبارية ومهمة حول هذا النصر، والبداية كانت مع السفير الفرنسي في السعودية اللي كتب على صفحته في تويتر وقال: صباح الخير والسعادة يا أهل الرياض، ما أجمل صورة من هذه، مبروك للزعيم وللأبطال الفرنسيين غوميز وماريغا. أيضا حساب نادي تشيلسي الإنجليزي على فيسبوك كتب باللغة العربية هاشتاك خليتوه أزرق ولونتم كأس دوري أبطال آسيا بلون البطل المعتاد، تهانينا لبلوز آسيا نادي الهلال السعودي لحصولهم على اللقب وتأهلهم إلى كأس العالم للأندية، نراكم قريبا. وشارك أيضا المستشار السعودي تركي آل الشيخ وكتب: ألف مبروك الفوز، أرفع اسمي أو أرفع أسماء التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد عراب الرؤية والداعم الأول للرياضة في السعودية. وبعد التنسيق مع أخي الغالي سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة، تقرر تكريم الفريق البطل في موسم الرياض. وأخيرا أسطورة نادي الهلال سامي الجابر كتب وقال: الهلال أن تفرح أكثر، أن تحقق الأمجاد أكثر، مبروك لكل هلالي، مبروك لكل عاشق، مبروك لكل من عمل، مبروك للاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري بقيادة أخي الرائع فهد بن نافل. وأصداء نصر الهلال لم تقف عند العرب فقط، واجتاحت وسائل الإعلام الأجنبية كذلك. نستعرض معاكم أبرز العناوين من بعض الصحف العالمية. لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية امرأة تتولى زمام الحكم بالكامل وتقوم بدور الرئيس، وجاء ذلك بسبب خضوع الرئيس جو بايدن لفحوصات صحية عامة تحتاج لوضعه تحت التخدير. لذلك قام رسميا بنقل السلطة مؤقتا لنائبته كمالا هاريس، والتي تعتبر الآن أول امرأة تتولى زمام الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة ولو بشكل مؤقت. قضية بنزيما واتهامات الابتزاز من سنة 2015 تعود مجددا إلى عناوين الصحف بعد ما أصدرت محكمة فرنسية حكما بحبس كريم بنزيما لعام واحد مع إيقاف التنفيذ. حكمت المحكمة بسجن بنزيما مع
مع تغريم مبلغ 75 ألف يورو على خلفية قضية اتهم فيها بتشجيع زميله السابق فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء شريط فاضح لزميله بعيدا عن أعين الجمهور، واتهم بسبب ذلك بنزيمة بالتواطؤ في ذاك مع الابتزاز. هناك مقولة شعبية قديمة تقول سارق سارق سارق، لكن هل سمعت بقاطع طريق خطف قاطع طريق آخر وتم إيقافه بعد ذلك من قاطع طريق ثالث؟ هذا اللي حصل في البرازيل بلاد العجائب. انتشر مقطع فيديو يظهر إيقاف قطاع طرق لسيارة فيها قطاع طرق آخرين خطفوا قاطع طريق، وبسبب هذا الإيقاف تم الاشتباك مما سهل هروب قاطع الطريق اللي كان مخطوف بالسيارة. أكيد ارتبشتوا من خطف من وإيش اللي حاصل بالضبط. الصراحة أنا مش فاهم حاجة، ناس تجري وناس تروح، بس شكله اللي حاول حتى يهرب مسكوه. ولكن نروح معاكم إلى تويتر ونشوف بعض التغريدات، والبداية مع تغريدة تقول لو واحد من المخرجين بيكتب السيناريو ما بيصير فيه أكشن كده، الحياة الواقعية فيها أكشن أفضل مليون مرة من الأفلام. على فكرة أغلب الأفلام هي مقتبسة من الحياة الواقعية، يمكن مش عندنا بس عند ناس ثانيين. نقرأ تغريدة من دلال كتبت فيها البرازيل مع الأسف عندي أصدقاء منها، ولكن على كثر ما عندهم أماكن جميلة جدا، لكن حتى هم أهلها يقولون أنها غير آمنة للسياح، ما ينصحون بزيارتها. وأيضا أحد المتابعين كتب هذه نهاية عدم التخطيط ووضع الاستراتيجية المناسبة. أخيرا فرح تساءلت وقالت الحين البرازيل فيها حكومة فيها شرطة، إيش ذا الفوضى اللي عندهم؟ جائحة جديدة قد تقتل 33 مليون إنسان، تحذر منها أكاديمية الطب الأمريكية. قال أنتوني فاوتشي أن هناك إنفلونزا قادمة ستكون أشد فتكاً من كورونا وستقتل 33 مليون إنسان. ويقول فاوتشي المختص في علم المناعة وعضو فريق مكافحة كورونا في البيت الأبيض بالرغم من صعوبة معرفة موعد حدوثها، لكن من المؤكد أنها ستقع حسب توقعات الأكاديمية. مشاهدينا هذا كان النصف الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع. لمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم زورونا على مواقع التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. نروح فاصل سريع ونرجع ونكمل معكم. عدنا لكم من جديد. كثيرة هي الأفلام التي ينجح فيها الهاربين من الإفلات من قبضة الشرطة، والطرق كثيرة ومختلفة، بكل تأكيد أشهرها تحطيم النافذة والقفز للهروب بكل سلاسة ويسر. هذا الكلام قد يمشي في الأفلام، لكن في الحقيقة المعطيات تختلف. شخص في ولاية أوهايو كان بفندق وبالدور السادس دخلت الشرطة إلى غرفته للقبض عليه. حاول القفز من النافذة على طريقة أفلام الأكشن والإثارة، ولكن الزقاق طلع أصلي. وهنا نقدر نستعمل المقولة الشهيرة لم تزبط معنا. في تويتر الناس تضحك، يعني مش ممكن تفوت مقطع زي ده. البداية مع مغرد كتب وقال يوه ضحكت، الله لا تبلانا، الأفلام خربت مخهم. وبعدين من جده بيطب أو بيطب من الدور السادس عادي عنده يطب ويموت؟ والله ما أدريش انت ايش في تحته، يمكن مسبح كان يفكر يقفز المسبح، توقع اي حاجة. معلق اخر او مغرد كتب وقال الحين الشركة شركة الزقاق تشتري المقطع وتستخدمه للإعلان. واخيرا
كتب أحد المتابعين. الشرطي يقول له بنبرة كلها استغراب، أنت فين رايح؟ مشاهد الرفاهية والتباهي بالأموال والممتلكات تملأ مواقع التواصل وتحديداً إنستغرام، وقوانين أغلب الدول تحفظ لشعوبها الحق في ذلك، لكن الوضع مختلف في الصين. في الصين تم إصدار قانون يمنع المشاهير على الأراضي الصينية من التباهي بالثروة في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاتباع القيم والتقاليد الحميدة والاشتراكية. وتحارب الصين هذه المظاهر بحجة أنها تسبب اضطراب بين طبقات المجتمع. بعد انتشار كاميرات المراقبة التي يتم تركيبها على السيارات، كثيرة هي المشاهد الحوادث اللي نشوفها ونستغرب منها. آخرها فيديو تم تداوله بشكل واسع في الأيام القليلة الماضية، واقترب من تحقيق 1,000,000 مشاهدة في تويتر في وقت وجيز. تتوقعوا من الغلطان في هذا الحادث؟ يلا أهم شيء الحمد لله على سلامة الرجال اللي كان يقطع الخط. في تويتر أحمد كتب وقال رأيه، قال: حسب الواضح عندي أن الخطأ على الشخص اللي سيارته راحت فوق السيارة البيضاء، عينك على الرجال اللي يقطع الشارع يمشي براحته، وهذا دليل أن الإشارة المقابلة حمراء وصاحب السيارة قطعها بسرعة عالية. عبد العزيز غرد وكتب: إذا الإشارة ما عليها كاميرات الله يعين اللي بيخطط الحادث، لأنها فوضى خصوصا السيارة البيضاء. وأخيرا قالت سالمة وتكلمت بلسان صاحب السيارة البيضاء، قالت: تخيل كيف ممكن يكون شعور صاحب السيارة البيضاء وسيارة على زقاقه الأمامي، وكمل إلى الإشارة ووقف. بالرغم من إغلاق حساباته تماما في مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب لا زال قادرا على خطف الأضواء وتصدر الترند. ترامب تسلم أو استلم الحزام الأسود في التايكواندو من رئيس الأكاديمية العالمية لهذه الرياضة لي دونغ سو، وتصدرت صور ترامب مرتديا زي التايكواندو والحزام الأسود جميع مواقع التواصل، علما بأن ترامب لم يمارس هذه الرياضة في حياته. أخيراً قبل ما ندعكم خلونا نسألكم سؤال: هل في يوم حلمتم أنه كذا مثلاً أنتم ماشيين تحصلوا في الأرض مليان فلوس مقدلة؟ هذا اللي حصل قبل أيام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن سقطت حقيبتين مليئة بالنقود من سيارة مصفحة خاصة بنقل الأموال. توقف الناس وسط الشارع لجمع هذه الأموال المتطايرة. الصراحة وكأني أشوف واحد من أحلامي تحول حقيقة، بس الشمات أن أنا مش موجود فيبو. هذه المرة تعليق عليكم أنتم، علقوا على هذا الفيديو إيش رأيكم فيبو؟ إذا كنتم في موقف مثل هذا كيف ممكن تتصرفوا؟ اكتبوا لنا في التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الغد المشرق، وخلونا نقراها معاكم مع بعض في الأسبوع القادم في الحلقة الجديدة. وإلى هنا مشاهدينا الكرام أعتقد أن وقتنا خلص. أشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. كنت أنا معاكم محسن الخليفي، نلقاكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم.